كارديك ام ار استاذ مساعد الدكتور احمد سمير. اتفضل. كل المؤتمرات خلال الاربع سنين اللي فاتوا بيتكلموا فعلا عن زياده في الانديكيشنز سواء في السي تي ايمجينج او في الام ار ايمجينج. زي ما انتم شايفين بالنسبه للام ار ايمجينج بنتكلم عن كل سنه تقريبا عن زياده 15%. يعني الكلينيشنز بيتكلموا سنويا دلوقتي بيزودوا الريفيرال ريت بتاعهم 15 ل 50% اكوردنج لو سي تي او ام ار ايمجينج. وده معنى ذلك ان الرول بتاعنا هيتزايد ولازم يبقى فيه انكريز اويرنس مننا كلنا يعني بالنسبه للكارديك انجن. وده ليه؟ علشان احنا بنتكلم على نون انفيزيف ايمجنج. وده بالنسبه للعيانين حاجه واو سوبر. طبعا انا افويد قسطره، افويد حاجه اجريسيف، تمام؟ فدي حاجه يعني فيري بروميسنج بالنسبه للبيشنت. نقطة بس بسيطة كده بالنسبة للناس اللي مش أوير بالأناتومي، بس هراجع تاني الأناتومي أوف ذا كوروناري أرتري. زي ما انتوا عارفين الليفت نين، تمام، هو ده الأرتري اللي بيطلع من الليفت كوروناري ساينس في الأورطة، وبيقسم انتو ال اي دي اند ال سي اكس. ال اي دي هو أهم أرتري اللي هو الأخضر الكبير ده، تمام، سوري الكبير هو هذا الأرتري اللي حصل فيه أي أفكشن بروكسيمالي لازم هنخش في مشاكل. بنركز دايما على الليفت فنتركل لان هو ده the most important portion of the heart. هي ده هو ده اللي شغال طول النهار عمال يضخ الدم في الجسم كله. فكل الكورونريز بتحاول جاهدا ان انا تعمل بلاد سبلاي عالي للليفت فنتركل. ال اي دي اللي هو الميجر كورونر ارت اللي انتم شايفينه ده بيدي 40% من بلاد سبلاي اوف ذا هارت، بيغذي دايما الانتيريور والانتيريور سيستم افريكا في الهارت. السيركمفلكس
تمام اللي هو بيبقى ماشي كده بيغذي اللاترال اسبكت اوف ذا هارت تمام، والانفرو سيكتر والبوسيرو اسبكت اوف ذا هارت متغذيين الرايت كورونري، حتى الرايت كورونري بيغذي برضو الليفت فنتركل زي ما انتم شايفين. طيب العيان اللي بيجي لي انا ما بقدرش اصوره زي السي تي شيست او زي الام ار شيست، اصور صور كاردياك بيركانديك بيور اكسيال كاتس ما بتطلعش الصور كويسه، والكارديولوجيست دايما في حاجه ان انا اديله صور هما متعودين عليها فروم ان ايكوكارديوجرافيك بوينت اوف فيو، اللي هي الصور اللي بنسميها الفور تشامبر فيو التو تشامبر فيو او شورت اكسس فيو، هما محتاجين هما متعودين على الصور دي زي ما احنا كده لما متعودين في السي تي على الصور الاكسيال، ودي اللي احنا دايما بنحب نرجع لها. ولو انا جبت لك حاله كورونا الناك بتتخض او عساشه الناك بتتخض اكتر تمام، انت دايما بتحاول باي ريفلكس انك ترجع للصوره الايه؟ اللي هي الاكسيال، عشان انت متعود على كده. الكارديولوجيست متعودين على الفور تشامبر والشورت اكسس فيو، عشان كده انا لازم اديهم واوفر لهم هذه الصور. فاحنا بناخد مقاطع اكسيال بنبتدي نصور بيربنديكولار سوري بارلل للونج اكسس اوف ذا ليفت فنتركل تمام، اطلع منه بصوره اسمها فيرتيكال لونج اكسس اللي انتم شايفينها دي، بتديني بعد كده صوره اللي هي الفور تشامبر فيو اللي احنا شايفين الاثنين فنتركل والاثنين اتريوم. اللي بعد كده ممكن لو انا اخدت مقاطع بيربنديكولار على الليفت فنتركل اطلع الصور الايه؟ الشورت اكسس. شورت اكسس انا هنا شايف الليفت فنتركل كويس قوي وشايف الرايت فنتركل كويس قوي، هي دي الصور اللي احنا اساسا هنشخص بيها. طيب يبقى البيزك فيو عشان كلنا نبقى عارفينها في الام ار تمام؟ الفيرتيكال لونج اكسس اللي احنا ممكن نعمله على الرايت سايد وعلى الرايت او على الليفت سايد، لو انا عامله على الليفت سايد هشوف الليفت فنتركل والليفت اتريوم، لو انا عملته على الرايت سايد هشوف الرايت اتريوم والرايت فنتركل. ممكن الصور الشورت اكسس تمام، دي اللي هي الكي ايمجز فور اني كارديولوجيست او اني كارد ريسيرش معانا، والفور تشامبر فيو اللي انتم شايفينه. وممكن نعمل اديشنال فيوز اللي احنا بنسميها ال بي او تي وار بي او تي فيوز، اللي هي ليفت فنتركلر او فلو تراك ايمجز اللي انا بجيب فيها بدايه للليفت فنتركلر بدايه للاورتيك روت اللي بنسميها ال بي او تي، او لو انا جبت الليفت الرايت فنتركلر ومعاه بدايه للبالمونري ارتري اللي بنسميها رايت فنتركلر او فلو تراك، دي اديشنال ايمجز احنا ممكن نحصل عليها. طيب نبذة بسيطة كده عن الكاينيتكس اوف جادولينيوم جوه الهارت. لو احنا بنتكلم على مايكارديوم نورمال تمام، الصبغة او الجادولينيوم مش هيخش جوه السيلز. لو احنا بنتكلم على اكيوت انفكشن هتبتدي السيلز المايكارديال سيلز يحصل فيها بريكس اللي انتم شايفينها، وهذه البريكس هتتيح للجادولينيوم ان هو يخش جواه، بس الكلام ده بياخد وقت ولازم نصبر على الجادولينيوم شوية 10 دقايق عشان الصبغة تقدر تخش كويس. لو احنا بنتكلم على عيان عنده كرونيك انفاكت هتبقى السيلز دي كلها اتروفايد وهتزيد الانترستيشال سبيسز جامده جدا ما بين السيلز، والجدول برضه هيحتاج 10 دقايق عشان يقدر يخش ما بين السيلز دي. وده الفلوانا دي او الهندوته دي احنا بنقولها ليه؟ عشان نشرح ليه احنا دايما بنضطر ان احنا نستنى 10 دقايق بعد ما بنحقن السبب، ما ينفعش احقن السبب زي ما انا متعود في الكارديولوجي واصور على طول، لا انا لازم استنى 10 دقايق علشان اشوف لو في باثولوجي في الماركر. دي الاكسبلانيشن للنقطه دي. طيب بنصور ازاي؟ فعليا هنا في وحده الرنين عندنا بنشتغل ازاي؟ بنحب دايما بنبدا بمجموعه من الصور اللي احنا بنسميها البلاك بلود ايمجز. واحنا تاني انا بقول الحته دي تاني للكارديولوجيست وتسهيلا للكارديولوجيست سمينا ولخصنا الصور بتاعتنا انتو بلاك بلود ووايت بلود. بلاد بلود اللي هو البلاد فيها اسود تمام، هي صوره تي 1 بيز جريدينت تمام، والتي 2 بيز جريدينت اللي هي الوايت بلود. ده علشان بس هم يبقوا فاهمين احنا بنتكلم عن ايه، عشان ما نقولهمش تي 1 ودي 2 ودي 2 سبير وكلمات صعبه هم بيتفاعلوا منها او ما بيفهموهاش، عشان يبقى في شويه كونكتيفيتي ما بيننا وما بينهم. احنا بنصور صور اكزيا في الاول وكورونا وساجيتال بيور خالص بلاد بلود ايمجز فور اناتومي، اشوف لو في افيوجن، اشوف لو في باثولوجي، اشوف لو في اي حاجه في الشاست، اشوف لو في افيوجن زي ما انتم شايفين هنا. الكلام ده بيبان كويس قوي، واحنا بنقدر من خلال صور الام ار ان احنا نطلع صور كويسه قوي للشاست على فكره. ليه؟ لان احنا بنصور اي سي جي جيتد وبنصور بالريسبيراتوري جيتد، فممكن نطلع بروتوكول سي ام ار شيست في منتهى الجمال عن طريق الصور لو احنا حاطين كاردياك بوي للعيان. دي معلومه احنا دايما بننساها، وعلى فكره الام ار شيست از فيري بروميسنج
تمام؟ خاصة لو معمول بـ ECG gated protocol. خلاص؟ طيب دي أول صورة بناخدها اللي هو أول مجموعة صور anatomy black blood images. بعد كده بناخد الـ white blood images اللي أنا بقول لكم عليها اللي هي بنشوف فيها بنعملها بقى in a four chamber manner in a two chamber manner in a vertical long axis manner برضو عشان هنا بقى ابتدي اركز على left ventricle والright ventricle والمورفولوجي والcontractility بتاعتهم. الcontractility الحقيقه هنشوفها كويس تمام بعد ما نحقن سبها. هنعمل ايه؟ هنحقن سبها دايناميك. يعني انا دلوقتي اهو بحقن السبها بتاعتي وبشوف السبها وهي بتلون الرايت سايد اوف ذا هارت ثم بتلون الليفت سايد اوف ذا هارت. دي اسمها دايناميك ايمجز. الحقيقه بس احنا بنش يعني مش هنشخص من الصور الديناميك، هي بتساعدنا انما مش دي اللي بنشخص منها. كده انا المفروض ان انا استنى 10 دقائق واصور بعد 10 دقائق، طب اعمل ايه خلال 10 دقائق دول؟ استغل بقى هذه الفتره واطلع الصور اللي هي المورفولوجيكال اللي احنا بنسميها السينما، انها سينما تمام؟ اللي اسمها في الفيزيكس او اسمها في الكتب اس اس اف بي كاتس، ودي كاتس زي ما انتم شايفين بناخد مجموعه من الكاتس من الايبكس اوف ذا هارت to the base بنشوف فيها contraction of the heart زي ما انتم شايفين تمام. وده بيخلينا نطمن على the contraction of the left ventricle على وجود اي wall motion abnormality. اشوف برضو ال right ventricle اخباره ايه، اشوف لو في tumor، اشوف التيومر اللي جوه الهارت بتتحرك ازاي تمام. يبقى انا هنا بحاول اكفر الحته بتاعت ال 10 دقائق اللي انا مش عارف اعمل فيها ايه. وبعد كده ممكن اخد صور زياده لو انا عندي وقت fat suppression sequences، ممكن اعمل diffusion على الهارت تمام وتطلع صوت كويس قوي اشوف لو في restriction او لا، ممكن اعمل حاجه اسمها tagging ودي additional images برضه بتؤكد لي اي wall motion abnormality وهل هم جرى على حسب الوقت بتاعي وعلى حسب سرعه الفني اللي معايا وخبرتي. بعد كده قبل ما نصور الهارت اللي هي الصوره اللي هي الديلي بعد 10 دقائق لازم احدد التايمنج البروبر تايمنج اللي انا هقدر اشوف بيه الميكارديوم كويس. فبنعمل سيكونس بتجيب لنا مجموعه من التايمز زي ما انتم شايفين 150 ملي سكند 200 ملي سكند وهلم اجرى. التايمنج دي انا بشوف من خلالها ايه؟ بدور على الصوره اللي الليفت فانتكل فيها لونه اسود، الميكارديوم لونه بلاك جيت بلاك تمام؟ علشان السبكه لما تخش جواه اقدر اعمل ايه؟ اشوف الانهانسمنت اوف ذا جادولينيوم اجينست ذيس بلاك ميكارديوم. السيكونس دي اسمها لوك لوكر على فيليبس، اسمها تي 1 سكاوت على سيمنز ماشين. احنا هنا هنتكلم عن المكنه بتاعتنا الفيليبس. السيكونس دي مهمه قوي، تاخد 8 ثواني وانا بحدد يعني بعملها بتديني الصور بالمنظر ده، ده على الفيليبس على فكره تمام. وبشوف التايم اللي الميكارديوم فيه اسود قوي. في رايكم مثلا في الحاله دي ادي التايم مكتوب هنا على فكره 261 286. لو انتوا عاوزين تاخدوا تايم ناخد انه تايم، انه تايم هنا الميكارديوم فيه اسود يعني 261 او 286. هاخد هذا التايم الرقم ده وهحطه في السيكونس بتاعتي اللي اسمها ديلي مايكارديال انهانسمنت سيكونس. وهطلع الصور دي اللي هي بنسميها ليت جادولينيوم انهانسمنت او ديلي مايكارديال انهانسمنت. دي الصور اللي انتم شايفينها دي، دي صور بشوف فيها الجادولينيوم هو داخل جوه الهارت بعد 10 دقائق. نلخص الموضوع ده عشان بس يبقى احنا ثلاثة اناتومي في الاول بلاك بلود انجز، بعد كده مجموعة من الوايت بلود انجز فولوينج الكرايتيريا اوف كارديولوجيست اوف انجز فور كارديولوجيست فور تشامبر فيو شورت اكسس فيو فيرتيكال لونج اكسس. بعد كده بحكي السبها دايناميك تمام. عندي 10 دقايق مش عارف اعمل فيهم ايه، ابتدي اصور صور السيني بتاعتي عشان اشوف الكونتراكتيفيتي اوف ذا هارت تمام. اعمل اللوك لوكر احدد بيه التايمنج المظبوط، احطه جوه السيكونس، احطه جوه السيكونس اللي هي الديلي مايكارديال انهانسمنت واشوف الاخبار الجادولينيا نفسه داخل جوه المايكارديوم ازاي. اخبار هل في تيومور في تيومور، هل في فايبروز، هل في سكارينج، وده اللي هنشوفه بشويه اكزامبلز مع بعض. طيب الباترن اوف انهانسمنت اوف ذا هارت ببساطه بنقسمها انتو اسكيميك باترن اوف انهانسمنت ونون اسكيميك باترن. انا مش هتكلم عن كتير عن الاسكيميا، انا كان في محاضره امبارح عن الاسكيميا في الهارت صح دكتور خالد، فيعني انا هختصر موضوع الاسكيميا وهركز اكتر على الاذر ابلكيشنز. دايما الاسكيميك باترن يا اما هتبقى سب اندوكارديال انفاكشن او هتبقى ترانس نيورال انفاكشن. دايما هنا الجادولينيوم هيبقى من جوه لبره تمام. فلو في انفاكشن في بدايتها هتبقى من جوه بنسميها سب اندوكارديال انفاكشن، وهي لو واخده الوول كله بنسميها ترانس نيورال انفاكشن.
اما لو نون اسكيميك باترن فهتبقى عباره عن باترنز مختلفه زي ميد وول انهانسمنت، ابيكارديال انهانسمنت، باتش انهانسمنت، كل دي بنسميها نون اسكيميك باترن، ودي بتخلينا نقدر نفرق ديفرنت باثولوجيز في الكارديو فاسكولار ام ار انج. طيب احنا عمليا احنا كارديولوجيست ايه الحالات اللي بتجيلنا؟ وانا هنا هحاول اتكلم في خلال المحاضره دي على اكتر حالات احنا بنشوفها فعلا، اكتر حالات الكارديولوجيست والكارديوثوراسيك انجرز او كارديوثوراسيك سيرجنز بيبعتونا الحالات، الحالات ايه اللي هم بيدوروا عليها؟ اكتر حاجه بتدعت لنا الحقيقه الكارديو تيومرز، تمام؟ ونص كومن بناين تيومر زي ما انتم عارفين هي الميكزوما، والميكزوما بتبقى سهل قوي ان احنا نعمل لها كاركترايزيشن في الام ار، بتبقى نون انهانسنج في السيكونسز اللي هو البلاد والبلاد بلاد ايمجز، تمام؟ وبتبتدي تاخد جراديوال انهانسمنت، تمام؟ زي ما انتم شايفين في الحاله دي، دي في الصور البوست ديلي اللي هي بعد 10 دقائق، شايفين الانهانسمنت الانتنس انهانسمنت اوف ذيس ميكزوما، ودي حاله معموله هنا في هذه الوحده. فهنا احنا بنقدر نعمل كاركترايزيشن كويس قوي للتيومر، تمام؟ نقدر من غير ما ناخد بيوبسي ندي انفورميشن كلير اند شور if this is a thrombus, if it is a myxoma, if it is a fibroma, we can sure, يعني assure our diagnosis and confirm ال element of doubt اللي موجودة عند الكارديولوجيست من خلال الايكو اللي هو بيعمله في الاول، وهوريكم اكزامبل لهذا الكلام. حالة ثانية كارديولوجيست كان باعتها عاوز يعرف الليجن اللي موجودة في الرايت اتريم، هل هي عبارة عن thrombus ولا هي عبارة عن a mass؟ الحالة دي عملنا لها بلاد بلاد ايمجز وايت بلاد ايمجز، وفي الاخر حققنا كونتراست ولقينا ليجن مش بتنهانس خالص، ما فيهاش اي انهانسمنت زي ما انتم شايفين. فاحنا كده كنا متاكدين ان هي عباره عن اثرومبوتيك او اثرومبوس. حالات ثانيه هوريكم اكزامبلز كتير مش هتبقى المحاضره مش اكتف وانترستنج. عيان كان مبعوث في الحاله كانت ليست فنتركولار ميز، والعيان ده كان عامل اثنين ايكو، انا شايف اسمها خدش العيانه دي، انا مخبي بس اسمها فور اثيكال ريزنز. في التقريبين الايكو زي ما انتم شايفين نو انفراكارديك ماس، نو انفراكارديك ماس. عملنا ام ار هل انتم شايفين اي ماس؟ انا هوري مش هوريكم الديلي، هنتكلم عن البلاك بلاد والوايت بلاد اهو، وادي الصور الفيرست باس دايناميك. في مشكله هنا، شايفين الحته دي؟ في مشكله، وده اللي خلى الحقيقه الايكوكارديوجرافيست ما يشوفوش الليجن كويس، لان هي كانت بره، يعني هي لازقه في الول اوف ذا ليفت فنتركل بس من بره. لما حقنا بقى شوف المنظر عامل ازاي، انتنس انهانسمنت في هذه الليجن، ودي طلعت ايه؟ فايبروما، وده اللي خلى الايكوكارديوجرافيست ما يشوفوهاش، والام ار هنا كان سوبيريور جدا ووضح لنا الصوره كويس قوي. حاله ثانيه رايت فنتركلر ماس برضه نفس السيكونس، نفس البروتوكول بتاعنا، بلاك بلاد وايت بلاد، اوكي واضح ان انترميديت سيجنال في البلاك بلاد، هنا لو سيجنال في السيني ايمجز، عملنا فات سبريشن حقيقه ما حصلش اي تغيير قوي في الليجن، حقنا في الديلي ولقينا ان فيش فينت انهانسمنت، هنا الانهانسمنت مش انتنس زي حاله الفايبروما، واحنا في الحاله دي كنا بنميل اكتر انها تبقى رب مايوما او حاجه من هذا القبيل. حاله ثالثه ودي حاله جات لنا الاسبوع اللي فات، كان الدكتور وحيد معايا في هذه الحاله، كانت حاله جميله جدا، تمام؟ مع ده تقرير الاسطره كاتبين ان هم شايفين a heavily calcified shadow present outside the proximal part of LED. ان هم شايفين ان في ليجن بره ال LED calcified وبعتوها تعمل ام ار. هي عملنا الام ار، هلخص لكم الفحص، دي الصور الديلي بوست كونفرنس، وانتوا بصيتوا كويس لقينا انهانسمنت. ايه رايكم؟ سب اندوكارديال ولا ترانس ميورال انهانسمنت؟ شكل ترانس ميورال، اوكي؟ وترانس ميورال يعني فولوينج الايبكس اوف ذا هارت، والحقيقه كمان فولوينج ال ال سي اكس تريتوري، يعني في اثنين كورونرز فيهم مشكله، تمام؟ وعشان كده حصل ترانس ميورال انفكشن باينه في الصور اللي هي الديلي. خلاص؟ بس ما شخصناش الماس، بس كان في شك، كنا شاكين ان في ماس كالسيفاي. الحقيقه العين ده جبناه تاني، تمام؟ وعملنا له سي تي، حققنا كونتراست، عملنا له كورونري سي تي اكزامينيشن،
وادي الناس اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي اوتسايد اوف ال اي دي، هي اكشلي طلعت انيوريزما دايلاتيشن جوه البروكسيمال بورشن اوف ال اي دي، وفي ثرومبس كبيره جدا قافله تقريبا ال اي دي توتال، هي سب اوكلوزيف ريجن وكان فيها انتنس كالسيفيكيشن. قد ايه القسطره ما بتقدرش تشوف الستراكشرز اللي اوتسايد اوف ذا كورونري، هي دوبك بتشوف اللومن اوف ذا كورونريز، ما قدرتش تحدد الليجن. بما ان الليجن كانت كالسيفايد الام ار كان ويك شويه فيها، لان ذيس از ون اوف ذا بوينت اوف ويكنس في الام ار، والسي تي الحقيقه خلص الحاجه. فيري انترستنج كيس. الحاله دي برضه في منتهى الجمال الحقيقه، ودي اكستريملي رير كيس. الصورتين دول عباره عن سيني ايمجز، لو شفتوا لو بصيتوا معايا هتشوفوا ان كان في اثنين ماسز كانوا موجودين. وريهاتكم تاني. بصوا كويس هتلاقوا ان في ليجن هنا موجوده جوه اللفت فنتركل، وفي ليجن ثانيه برضه هنا جوه اللفت اتريوم. تمام؟ والليجن دي موفينج ان اند اوت. It's an extremely rare condition. هي كانوا اثنين ميكزوماز الحقيقه، تمام؟ واخدوا فين انهانسمنت، والمالتيبلستي اوف ميكزوماز از اكستريملي رير، بس اللي بتخلينا نشوك اكتر ان يكون في فاميليال اوريجن للميكزوما كومبليكيشن في هذا العين. العين كان فيري يونج الحقيقه، عنده 40 سنه. طيب انا مش هطول في الاسكيميا زي ما انا قلت، بس احب بس ايه اتكلم عن تو سلايدز بس عن الاسكيميا. تمام؟ دلوقتي هل المفروض ان احنا في 2014 نعمل كاردييك ام ار، ولا نعمل نبعت العيان اللي هو اللي احنا شاكين فيه ان هو عنده اسكيميك بروبلم في الهارت نخليه يعمل ايزوتوب؟ الحقيقه انا شايف ان كاردييك ام ار ماتش مور سوبيريور. اول حاجه ان كاردييك ام ار نو راديشن اتول، انما اي ايزوتوب اكزامينيشن العيان بيتعرض ل 20 ملي سيفر بير اكزامينيشن، ويتش از فيري هاي دوز. احنا عارفين ان انوال دوز بتاعتنا من 5 ل 10 ملي سيفر. تمام؟ غير طبعا ان الفورس بوستيف والفورس نيجاتيف اللي موجوده في الايزوتوب مش بنلاقيها في كاردييك ام ار، وان الريزوليوشن في الام ار اعلى بكتير، بيخلينا نقدر نعمل ايدنتيفيكيشن للوول افكشن، ونقدر نعمل كورليشن للتريتوريال افكشن اكسن، ونقدر برضه نحدد اذا كان في ترانس نيورال او سب اندوكارديال انفكشن. موضوع شديد الكلام ده ما بيبانش في الايزوتوب، فالموضوع المفروض يبقى حسم، انما الحقيقه هو مش محسوم خالص، وما زال كل الكارديولوجيست في مصر بيبعتوا الحالات بتاعتهم يعملوا ايزوتوب فور الوت اوف ريزن مش هنخش فيها. منظر الترانس ميورال انفكشن عشان اوريكم بس في سي تي، يبقى الترانس ميورال انفكشن لو دنسيتي في سي تي، ولو احنا بنبص في الام ار بيبقى منظره عباره عن انتنس انتنس انهانسمنت، واخد الهول وول اوف ذا ليفت فنتركل، وممكن يؤدي الى ديكريس في السكنس اوف ذا ليفت فنتركل. وادي منظر السب اندوكارديال انفكشن او بنسميه الاسم الجديد نون ترانس ميورال مايكارديال انفكشن، منظره في السي تي برضو لو دنسيتي، مش واخده السكنس اوف ذا مايكارديوم كله. تمام؟ وهنا برضو في الام ار بعد ما حققنا الدوبلينيا احنا شايفين ان في انهانسمنت، بس مش واخد الوول سكنس، واخد ليس ذان 50%. بعد الاكزامبل العيان ده 54 سنه اولد ميل بيشنت، و زي ما انتم شايفين الصور السن والصور اللي هي الديلي، احنا شايفين ان في هنا انهانسمنت واخد الهول ايبكس اوف ذا هارت ترانسميورال انفكشن، وشايفين ستراكشر سودا مش واخده اي انهانسمنت. ذيس از ثرومبس. دي من الحالات اللي بنشوفها كتير قوي الحقيقه، نوعيه الحالات اللي هي ايبيكال انجريزما دايليتيشن ريموتلينج سينينج اوف ذا ليفت فنتركل ايبكس وثرومبوتيك ايه فورميشن ان ات. حاله في منتهى الجمال عملناها هنا في الوحده هنا. تمام؟ العيان برضه نفس الكلام ترانسميورال انفكشن وفي ثرومبس في الايبكس، واللي كان اجمل في الحاله دي ان شايفين هنا ثرومبس ابتدت تبقى ديتاتش، والعيان ده بالتاكيد كان هيخش ستروك وزين اورز بعد الاكزامينشن بتاعه. فيري ريد كيس فيري انترستنج كيس. بالنسبه للكارديوميوباثيز الام ار، احنا كده مش هنتكلم عن اسكيميا كتير زي ما اتفقنا، هندرس شويه عن الكارديوميوباثيز. الايكو عاده اندر استيميتس ذا بروبلمز، بيبقى ويك في الايبيكال انوريزم، وبيبقى ويك برضه بيدي لو ايمجز كواليتي، والام ار هنا ماتش مور سوبيريور سواء في البرايمري او في السكندري كارديوميوباثيز.
هنتكلم بسرعه على البرايمري كارديوماكاسي. طبعا الدايليت كارديوماكاسي الام ار هنا برضه بتدينا فيري نايس انفورميشن اباوت الدايليتيشن اوف ذا هارت، ونقدر نكالكليت الاجكشن فراكشن ونؤكد ان في فعلا ايه دايليت كارديوماكاسي. عاده احنا عاملين دول كلهم بيبقى عندهم اجكشن فراكشن ليس ذان 40%. وادي اكزامبل لعيان 27 سنه تمام زي ما انتم شايفين، عنده الرايت سايد والليفت سايد اوف ذا هارت كان فيهم ماتش او فيري هاي ريدكشن في الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت، ولقينا فعلا الاجكشن فراكشن على الرايت سايد كان 35% وعلى الليفت سايد كان 45%. العيان فعلا كان عنده دليل كارديوماكاسي وكان ايه؟ It was a big problem for this young patient. Another type of primary cardiomyopathy حالات فيري ريل ما بنشوفهاش كتير، بيبقى في مشكله في الفورميشن اوف ذا اندوميوكارديوم، دي حاجه بتبقى امبريولوجيكال بروبلم. الميوكارديوم نفسه ما بيبقاش ويل كومباكتد، يبقى في انكريس كابيتيليشن، وفي الحاله دي العيان برضه الكارديوماكسي كونتراكشن بتاعت الهارت بتاعته بتبقى ضعيفه، ودي بنسميها نون كومباكشن. هي فيري رير كيس مش بنشوفها كتير. وادي اكزامبل برضه في ميل بيشن 16 سنه، شايفين الاكسسيف كابيتيليشن اللي موجوده في اللفت الاسفل اوف ذا لفت فانتيكل، شايفين ده برضه نوع من ال this is a case of non-compaction. العينين برضو احنا لسه بنتكلم على primary cardiomyopathy اللي هم العينين اللي احنا بنسمع عنهم اللي هم hypertrophic cardiomyopathy، هنا بيبقى فيه increase في wall thickness اكتر من 15 ملم تمام، وده بي affect برضو ال left ventricular outflow track كمية ال flow of blood اللي ماشي جوه الاورطة. وزي ما انتم شايفين في الحالة دي احنا كان عندنا هايبرتروفيك عاليه جدا تمام، موجوده هنا في اللفت فانتركل ومأثره على اللفت فانتركل اوفرو تراك، والعينين دول ممكن يخشوا في صدم كاردياك ديس لو هم فيري يونغ. العيان ده هنا كان عيان 63 سنه وكان بيعمل فولو اب اوكي، والعينين دول هم بيعملوا يا اما الكول ابليشن او راديو فريكونسي ابليشن لللفت فانتركل للحته اللي فيها هايبرتروفيك عشان يعملوا فيروس ويقللوا الوول سيكنس، وبالتالي الليفت فانتركل اوف تراك يبقى مفتوح والعينين دول ما يحصلهمش اي كومبليكيشن. فيري رير كونديشن برضه من حالات البرايمري كارديوماكراسي حاجه اسمها اريزموجينيك رايت فانتركل ديسبليزيا. ليه انا بقولها؟ لان الحقيقه الكارديولوجست بيهتموا قوي ان هم يبعتوا لنا حالات كتير قوي من النوعيه دي، هم عينين بيبقوا اريزمي ومش عارفين سبب الاريزميا وعاوزين تو اكسكلود انه العيان ده يكون عنده one of the types of primary cardiomyopathy اللي هي حاجه اسمها arrhythmogenic right ventricular disease، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن excessive fat deposition جوه the right aspect of the heart جوه the right ventricle. الميوكارديوم نفسه بتاع the right side of the heart كله infiltrated by fatty material تمام؟ وفي fibrosis وبالتالي ejection fraction بيقل، وبالتالي برضه بيبقى فيه مشكله في contractility of the heart، والعينين دول بيبقى عندهم arrhythmia. هما الكارديولوجي بيبقى عاوز يعرف هل العين ده عنده ولا لا ARVD. Very very rare cases مش بنشوفها كتير، بس it's a very ال MR هنا الرول بتاعه ان هو it's a very good exclusive test، يعني يخلينا نريح الكارديولوجست ونقول له لا ما عندوش اي ار في دي معين هنا في العين. This is a very good information for the cardiologist. كده احنا خلصنا البرايمري كارديوماكاسي. السكندري كارديوماكاسي انتوا عارفينها اللي هم العيانين مثلا عندهم اس بوست اسكيميك السكندري كارديوماكاسي، في الحاله دي اللفت فانتركل بيبقى كبير، ممكن يبقى فيه ثرومبوس، ممكن يبقى فيه ريموديلنج. ممكن العيانين اللي عندهم رايت فانتركل هايبرتروفي برضه نشوفهم كويس قوي في الام ار ونلاقي انكريز ان وول ثيكنس، وزي ما انتم شايفين هنا النورمال رايت فانتركل وول ثيكنس ما بتنزلش عن 2 ل 3 مللي، لو هو اكثر من 6 مللي يبقى احنا بنتكلم على ار في هايبرتروفي، وده يخلينا دايما على طول نفكر ان في مشكله في رايت اسبيكت اوف ذا هارت، ان في مشكله في اللنج، ان في برايمري او سكندري بالمونري هايبرتنشن مؤدي الى ذلك. هنا برضه الام ار يخلينا ان على طول نبقى نفكر على طول في اللنج باثولوجي ايزلي. الام ار برضه بيساعد جدا في تشخيص حالات الانفيرتوريف كارديوماكاسيز زي مثلا الامايلودوسس، والامايلودوسس ليها كاركتريستيك باترن انهانسمنت، احنا بنلاقي الميد وول اوف ذا ليفت فانتركل كله انهانسمنت زي ما انتم شايفين في الحاله دي تمام. هنا في الايكو هم كانوا شاكين ان في امايلودوسس، ان هم لقوا ان في انكريز في السكنس اوف ذا انترفنتركل وول، انما لما عملنا الام ار لقينا الميد بورشن اوف ذا هارت كله اوف ذا ليفت فانتركل كله وقت الانهانسمنت، وده كاركتريستيك الحقيقه فور امايلودوس. وفي حالات امايلودوس في مصر وعملنا حالتين لغايه دلوقتي. فالقلوس برضه من الحالات اللي بنشوفها وبنوريكم فعلا حالات وضعيه عملت كلها تمام. هنا الساركودوس فيها باترن اوف انهانسمنت كاركتريستيك، ليها حاجتين كاركتريستيك،
اولا بيبقى عندنا ممكن نلاقي باتشي ابيكارديال انهانسمنت نمبر 1 نمبر 2 ساركويدوز زي في النيوروساركويدوز بياخد البيز اوف سكار بياخد نلاقي انهانسمنت في البيز اوف سكار نفس الكلام في الهارت بيحب برضه ياخد البيز اوف هارت برضه عكس الحاله دي يعني الحقيقه بس الساركويدوز برضه بيهوى هذه المنطقه برضه حالات الانفلتريشن اللي احنا ممكن ان احنا نشوفها كويس ونعمل لها اسسمنت كويس قوي اللي هم العينين السلاسيميك اليونج بيشنت سلاسيميك بيشنت ممكن نعمل اسسمنت لكميه الايرون اوفرلود اللي موجود جوه الهارت وجوه الليفر بدون بايوبسي تمام وندي فيري اكوريت نمبرز عباره كورسبوندنج للمين ايرون كونسنتريشن جوه الهارت والليفر ايرون كونسنتريشن جوه الهارت بدون بايوبسي تمام ماتش مور اكوريت حتى عن البلاد اناليسيس اللي ممكن تبقى بايس وده عن طريق بروتوكول فيري ايزي احنا بناخد مالتيبل تي اي سيكونسز على الانترفنتيكولار سيبتوم تي اي هيد فيري لو تي اي فاليو 1 تي اي فاليو 3 تي اي فاليو 5 ناخد 10 فاليوز وبنشوف فيهم كميه الديتاي سيجنال هل هي عاليه ولا لا لو العيان نورمال هلاقي الديتاي مفيش ديتاي هلاقي خط فلات لو العيان عنده ايرون اوفر ديبوزيشن هلاقي في ديتاي عالي جدا تمام وده ممكن اترجمه انتو فاليو هذه الفاليو كورسبوندنج للايرون اوفرلود جوه الهارت او الايرون اوفرلود جوه الليفر والعينين السلاسيميك لو لقينا ايرون اوفرلود جوه الليفر تمام ممكن نقسم ونعمل كاتيجورايزيشن ونقول العيان ده عنده مايل او مودريت او سيفير اوفرلود بهذه الكيرفات اللي هي اف دي اي ابروف دلوقتي الحقيقه وبنقدر نعملها هنا في مصر ايزي وعملنا حالات كتير وناس كتير قوي من اللي قاعدين في القاعه حضروا معانا هذه الحالات الحالات دي فيري فيري بروميسنج تمام ونفس الكلام ممكن نعمله في الهارت برضه نعمل اسسمنت للايرون ديبوزيشن واللي هو بيبقى اوف باد بروجنوز يعني كل ما الايرون ديبوزيشن يزيد هو الهارت كل ما اقلق اكتر على هذا العيان لو هو بس في الليفر كويس جود بروجنوزز ممكن العيان يستفيد وممكن نديله انجكشنز ونبتدي نقلل الايرون اللي عنده انما لو لقينا ابتدينا نلاقي ايرون ديبوزيشن في الهارت ذيس از اوف باد بروجنوز الحقيقه الام ار برضه بيساعد في كل حالات الريستريكتيف كارديوميوباثي اللي هي عشان تفتكروها سيمبلي احنا بنلاقي الفنتريكلز بتبقى السايز بتاعها نورمال تمام انما بيبقى فيها ستيفنس عالي قوي تمام ما بتبقاش قادره تكونتراكت نورمالي وبالتالي الاثنين اترن بيحصل فيهم ما لارج يعني اكسسيف انلارجمنت بنسميه حتى باي اترن دايلاتيشن والريسبتيف كارديوموباثيز ممكن تبقى لاسباب كتيره قوي الاسباب اللي احنا قلناها زي الاميلوتوزس والهيموكوميتوزس والكويدوس اي باثولوجي هيعمل انفلتريشن ليفت فنتيكل رايت فنتيكل ويمنع نورمال كونتراكتيفيتي بتاعتهم اون لونج تيرم العيان ده يخش انتو ريستريكتيف كارديوميوباثيز فور الام ار اخيرا بيساعد كويس بيساعدنا ان احنا نعمل اسسمنت للفالفز اورتكس نوز اورتكس كونفيدنس ماتشس نوز هي الايكو هنا اقوى الحقيقه انما وي هاف فيري جود سيكونسز برضه ممكن من خلالها ان احنا نكالكوليت الديجري اوف اورتيك سينوزس الديجري اوف اورتيك انكومبتنس ويز فيري نايس ايمجز زي ما انتم شايفين ونقدر نشوف حتى الجيت فلو اكروس الفيرس زي ما انتم شايفينه هنا والاليزنج واضح قوي بس العيانين بيفضلوا طبعا ايكو من هنا لحد كام مارك بيبقى مارك لانسي اكزامينشن في هذه الحاله. طيب هل الام ار ممكن يعني نستخدمه في الكورونري ايمجينج ولا يعني حاليا اعتقد ان خلال الفايف نيكست ييرز التكنولوجي يعني هيفيدنا نقدر نعمل فول كومبرهنسيف اكزامينشن كورونري اسسمنت ام ار بلس اسسمنت اوف ذا بروفيوجن اوف ذا ليفت فنتيكل ومن خلال هذا الفحص المتكامل خلاص كده انا العيان هبقى حطيته خلال نص ساعه الى ساعه فول اكزامينشن اقدر اقول له كرونيس مقفوله فين وهل هي عامله اي مشكله في الفنتريكولر وولز. طبعا حاليا النهارده توداي السي تي ايمجز اوف هاير تمبرال سبيشال ريزولوشن عن الام ار انما يعني وي هاف ترايد ان احنا نعمل حالات وعملنا حالات كويسه العيان ده على سبيل المثال كنا احنا لقينا ان في انفكشن صغيره موجوده في ال سي اكس تريتوري تمام بانت عندنا هنا في البرفيوجن اكزامينشن وقدرنا برضه نشوف البروكسيمال كورونريز ال سي اكس وال اي دي وعملنا له الكارديا يعني كان الاكزامينشن كان فيري نايس الحقيقه.
واتاكدنا وعملنا له برضه سي تي تو بي شور ان مفيش اي مشكله في الكورونري، ولقينا ان كان في مشكله بسيطه في الاس اكس، وده كان سبب الايه؟ الانفكشن الصغيره بسبب انتصاب الاندوكاريا اللي احنا شايفينها هنا. طب ليه الكلام ده كله ليه؟ لان احنا وي ار موفينج فيري رابيدلي. خلاص احنا بنتكلم دلوقتي عن ترانسبلانتيشن اوف بلاد. خلاص ال 12 ديسمبر اللي فات الفرنساويين حطوا ارتفيشال هارت، فيرست ارتفيشال هارت انسايد اوف ذا بودي، والعيان لحد هذا اليوم عايش. عاده كانوا بيموتوا بعد اسبوع او اسبوعين لما نحط لهم ارتفيشال هارت. الكلام دلوقتي بقى واقع، الماشين اميزنج، الريزلتس بتاعتها فيري بروميسنج. ذاتس واي، ودي على فكره الصور اللي هم بيسموه الكارنت ارتفيشال هارت، ده الصور بتاعت الديفايس اللي موجوده جوه هذا العيان. هو ده دلوقتي بقى له شهرين زي الفل، تمام. واعتقد we have a lot of work to do، لازم كلنا فعلا نبقى اوير اكتر بالكارديك انجن، لان هو فعلا هو ده المستقبل. لو حبينا نلخص توب 10 كارديك انديكيشنز، انا اعتقد ان اهم حاجه الام ار، ان هو بيساعدنا جدا في الاساس من اسكار انجن في العيانين الاسكيميك. كارديك تيومرز از ذا بيست تول فعلا، تمام. الكارديومايوباثيز والانفلتريشن والمايكروزايتس والبريكاردايتس الام ار فعلا له ان اكسلنت رول. السي تي النهارده هو احسن طول نقدر ناسس بيها الكورونر ارتري ستينوزس، وممكن بيساعدنا جدا برضه في الاسسمنت اوف كونجنتال مالفورميشن الحقيقه سي تي. واحب ادعوكم برضه لاي حد انترستد ان هو يبقى انتراكتف معانا في الكارديو ثراسيك ايمجنج، ان هو تو جوين اس في الفيسبوك جروب اللي احنا عاملينه اسمه كارديو فاسكولار ايمجنج اي اس يو اتش. بشكركم جدا، واحب برضه اشكر كل الفنيين اللي ساعدوني في عمل هذه الحالات اللي انتم شفتوها في المحاضره دي، وكل الدكاتره من اصغر امتياز ونايم ساعدني في الحالات دي، في ناس كتير قوي قوي الحقيقه بيساعدوني. واشكر برضه الدكتور خالد اللي سمح لنا بالامبارح الجميل اللي احنا نقدر